السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونة الأسرار. اليوم فيديو جديد وتوقعات مباريات يوم الأحد 16 أبريل 2023. قبل ما ببلش بالفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأيضا الاشتراك بقنوات التليجرام. بالأمس نشرنا 8 مباريات، مباراتين استرداد وخمس فوز وواحدة يعني خسارة. نتمنى أن تكون نتائج يعني دائما هيك جيدة، بحيث أنه الجميع يخرج بربح من المباريات والنصائح. أهم إشي لا تلعب تراكمي في المباريات. نيجي نطلع سريعا، في عنا يوم الأحد يعني عدد كبير من المباريات. نيجي أولا لمباريات الدوري الإنجليزي. في عنا مباراتين، ويست هام يونايتد وأرسنال. المباراة الأولى مباراة مهمة جدا لأرسنال ومهمة جدا جدا لويست هام يونايتد. ويست هام يونايتد مطالب بالفوز في هذه المباراة لأنه قريب جدا جدا من منطقة الهبوط. والنتائج بين الفريقين يعني بتشهد أهداف، وأرسنال أيضا يريد المحافظة على فارق النقاط. يعني المباراة في أغلب الأحيان حتكون مفتوحة، مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. نشوف المباراة الثانية، توتنهام ومانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد يعني يريد المحافظة على أول أربعة للفوز يعني بمركز دوري الأبطال. توتنهام يعاني ويريد أن يخرج من منطقة الهبوط، يعني هو في المركز 18. الفوز مهم جدا حيخليه يصعد أقل شيء للمركز 16 قبل ما يلعب ليدز يونايتد. والمواجهات بين الفريقين في أغلبها شهدت يعني الأهداف. أيضا مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. الدوري الألماني في عنا عدة مباريات، نحاول نختار أفضل الفرص من هذه المباريات. في عنا مباراة بين يونيون برلين وبوخوم. بوخوم أيضا يعاني من ناحية الهبوط، قريب جدا من منطقة الهبوط. يونيون برلين يريد أن يحافظ وأن يتمركز في أول 4 مراكز ليلعب بطولة دوري الأبطال الموسم المقبل. المواجهات بين الفريقين يعني أغلبها فيها أهداف، مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. طبعا بننبه اللعب يكون فقط بشكل فردي. في الدوري الإسباني أيضا في عنا عدة مواجهات. في عنا فالنسيا يعاني جدا، قريب جدا من الهبوط في المركز 18. إشبيليا أيضا قريب جدا من الهبوط بفارق 5 نقاط. الخسائر القادمة يعني مش هتكون لصالحه نهائيا، أي خسارة في النقاط مش هتكون لصالح فالنسيا وإشبيليا. فالمواجهة حتكون مفتوحة وكلا الفريقين سيسجل في هذه المباراة. أيضا الأسباني الدرجة الثانية
في عنا يعني بيكون في أهداف آخر الموسم، في فرق بتصعد وفي فرق بدها تهرب من الهبوط. نحاول نختار أهم المباريات نحاول نلعب على أهم المباريات. في عندنا ملقا وكارتاجينا. ملقا أيضا يعاني في دور الأسبان الدرجة الثانية، يريد أن يتفادى الهبوط للدرجة الثالثة. مجموع أكثر من 2 لهذه المباراة. نيجي سريعا للدوري الهولندي، نحاول نختار الدوري الهولندي، نحاول نختار أيضا أبرز الفرص. مباراة بين فريقين، فريق يسعى للصعود لمراكز تؤهل لبطولة أوروبية، وفريق يسعى الابتعاد عن مراكز الهبوط. نقطتين فرق فقط تفرق بينه وبين الهبوط. مباراة في الغالب يكون فيها أهداف. مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. نحاول ناخذ مباراة أخرى. في عندنا فينورد وكامبر. فينورد بعيد ب8 نقاط عن أياكس وبي أس في أيندهوفن في بطولة الدوري، يعني ضايل في بطولة الدوري حوالي 6 جولات، يعني تقريبا لا يريد أن يخسر حتى لا يعني يقرب الفارق بينه وبين الثاني والثالث. فالمباراة مجموع أكثر من 3 لهذه المباراة. نحاول ناخذ مباراة من بطولة أخرى، أيضا الدوري التركي. نحاول ناخذ آخر مباراة أو مباراتين. سيفاسسبور وجرينسبور. جرينسبور يريد الفوز بأي شكل من الأشكال، وحيلعب لعب يعني مفتوح، ما بده يخسر في هذه المباراة لتفادي الهبوط. يعني ما في إشي يخسره، فحيحاول إنه يكون اللعب مفتوح، فحيصير في أهداف من الطرفين. مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. نشوف آخر مباراة من الدوري السويسري سريعا. نحاول نختار مباراة من هذول المباريات. في عندنا بازل ويونغ بويز. بازل يريد اللي هو مركز يؤهله لي يعني بطولة أوروبية. مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة، وممكن كلا الفريقين سيسجل في هذه المباراة. بهيك نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والاشتراك بقنوات التليجرام، الروابط موجودة في صندوق الوصف. وكنصيحة، لا تلعب بأموال يعني لو خسرتهم حيضروك. ونصيحة أخرى، يعني لا تطمع في هذا المجال، ولا تلعب يعني المباريات اللي بننشرها، حاول العب بشكل فردي. تلعب بشكل فردي يعني تطلع كسبان
في مجمل المباريات، وممكن يعني في أسوأ الأحوال خسارة قليلة أو بدون خسائر. المهم لا تلعب تراكمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يفضل لما بدك تلعب الطيارة يكون عندك النت سريع. راح نجرب أرقام صغيرة. يعني الطيارة حاول إنك ما تطمع فيها أبدا. يعني أتوقع طالما إنه مشى فيها يعني بشكل كبير، أتوقع هذه المرة إنه حتنفجر بسرعة. لكن أنا ضغطت على السريع لأنه هي كانت حتنفجر نظرا لأنها مشت كثير. نجرب أمامكم كم جولة فقط، ما راح نكتر. دائما أنا في الطيارة ما بدي ألعب، يعني ما بطمع فيها كثير. لكن هي في هذه المنصة كتير يعني بتقلط الاثنين. لكن يعني انت حاول يعني اضرب واهرب في هذه اللعبة، ويعني لا تكون مدمن على الألعاب. أنا ما وضعت يعني أضع في هذه الجولة، حتكون آخر جولة، خلونا نشوف لوين راح تصل. يعني أنت زي ما أنتوا شايفين، وكتير مرات يعني بتلاقيها بتصل لإكسات كتير، X3 X4، لكن انت ما تطمع في هذه اللعبة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأيضا الاشتراك بقنوات التليجرام. الروابط موجودة في صندوق الوصف.